احنا اليوم معتصمين بسبب تسريح عدد كبير من الموظفين اللي لهم سنين طويلة خدموا هاي الجمعية، منهم من تبقى على نهاية خدمته سنة أو سنتين فقط. أعطونا كلونا معاش من 30/9 انهاء خدمة خلص. أنا ضايل لي سنتين، قلت لهم بإمكانش منش تحطوني في مطرح في مكان ثاني، أنا خياطة وشاطرة صار لي خبرة 34 سنة، قلت بهالسهولة يستغنوا عني؟ قالوا وين ما نحطش؟ وين بدنا نحطش؟ هذا السؤال قالوا لي. مع أنها الجمعية عشت فيها أزود ما عشت في داري، أنا بنتمي إنها وبحبها. عمرنا ما قصرت لا في واجب ولا في شغلي ولا عمر واحد سمع عني اي كلمه تغضب الجميع. اعطونا كتب انهاء خدمات، طبعا الكتاب كان واحد للكل انه الجمعيه بتمر بازمه ماليه وتداعيات كورونا والتاثر بالوضع العام في البلد هو ادى الى انه اغلاق هاي الاقسام وانه تسريحنا. خلال عام واحد تم اغلاق 6 اقسام من اقسام الجمعيه الانتاجيه واللي بتمثل الرؤيه الاساسيه للجمعيه، بالإضافة لأنه تم تسريح الموظفين. لكن شفويا كان الحديث يدور عن أنه إعادة الهيكلة للجمعية وأنه نحن لا يوجد لنا مكان على الهيكلية الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة. تحديدا أنا بديش أحكي مصطلح كبير له علاقة في أنه اللي صار في مؤسسة وطنية زي مؤسسة إنعاش الأسرة هي جريمة بحق العاملين والعاملات في هذه المؤسسة، اللي لهم في ناس تجاوزوا 20 سنة وهم بيعملوا يعني في هذه المؤسسة. جمعية إنعاش الأسرة هي جمعية وطنية تعتني بالمرأة والطفل وتحديدا المرأة، وللأسف إنه كل اللي تم فصلهم هم عاملات، وهذه تتنافى مع أهداف أصلا هذه الجمعية.